نزحنا على رفح زي ما قالوا امنا، والجماعه كانوا نايمين. فجاه نزل عليهم صاروخ كامل او قنبله، طلعوا دعهم اشلاء. ناس بتنام في الصالة، ناس بتقدر وهي عمره 50 سنة أول مرة تشوف غرفة في لا غرفة لا بربيش نتفت حالي إكريك طريش بغرب عمره كانت موجودة قبل لا سكون قبل لا سكون لا الناس الناس كانت والله اللي صار إنه هذول ناس لهم 3 شهور ساكنين، يعني هي غرفة عبارة عن غرفة، نزحوا من الشمال لأنه قالوا لهم انزح على الجنوب، الجنوب آمن، ومرقوا عن الحلابة كمان، وكانوا قاعدين. فجأة ما شفنا إلا غير برميل ولا هو صاروخ نزل عليهم، قلقل المنطقة. كلهيتهم ايش؟ أطفال ونساء استشهدوا كلهيتهم، يعني طلعناهم أشلاء. يعني إجرام هذا اللي بيصير، ظلم، يعني قمة الظلم، مش ظلم، يعني ما فيش ظلم بعد هيك ظلم، يعني لا إمتى هذا الظلم بده يتم؟ لا إمتى هذا الظلم؟ يعني كل العالم بشوف وبرى المجازر والمذابح اللي بتصير في الشعب الفلسطيني، ولا عنده ولا عند بال، ولا بلقى أي اهتمام ولا أي بال. إلى متى الظلم هذا بده يصير؟ العالم اللي بيدعي عن نفسه الديمقراطية وبيدعي إنه حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، طب الشعب الفلسطيني ملوش حقوق في الدنيا، ملوش حقوق